ما حسيت الا اني مضروب قناص برقبتي واقع على قصتي وشليت شل الرباعي بس على التوقيع مال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. منتسب في الجيش العراقي اصيب برصاصة قناص في عام 2017 تحديدا في الموصل. تم ارسال علي الى الهند للعلاج لكن اخبره الاطباء ان علاجه تحديدا في المانيا وبنسبة نجاح 95%. استحصل على جميع الموافقات ومن جميع الجهات المعنية في موضوع سفره ولم يتبقى سوى توقيع رئيس الوزراء، لكن على ما يبدو أن هذا التوقيع قد يستغرق سنوات، لذلك ناشدنا هذا الجندي البطل المصاب عسى أن يصل صوته وصوتنا ونحصل هذا التوقيع حتى هل 95% نقدر نستثمرها ويسافر علي للعلاج خارج العراق. خلونا نشوف. أنا اسمي علي ماضي موحي جودة، أنا بالجيش العراقي فرقة 16 لواء 73 فوج الثاني، تعينت من 2014. أول ما شو اسمه رحنا قاتلنا بالرمادي، ولما قاتلنا بالرمادي رحنا من الرمادي للموصل عمليات التحرير اللي إيه عمليات التحرير، احنا بجهاز مكافحة الإرهاب. فبالموصل كان عندنا بنك تقدم احنا بجهاز مكافحة الإرهاب، فجاء لما جاء قدم حسيت اني اني مضروب قناص برقبتي واقع على قصتي، ولا اتحرك لا ايدين ولا رجلين وشليت شل الرباعي متزوج؟ اي متزوج انا وزوجتي عافتني. زين، من نقلوك للمستشفى ايه يعني شنو الاجراءات اللي سووا لك؟ والله نقلوني للمستشفى، مستشفى اربيل كش ما سووا لي، رحت مستشفى اربيل فرجعوني مدينة الطب، مدينة الطب هم ظليت بس على قول مغذيات وكل شيء ماكو، طلعت لنا بعد ايامها والدولة سفروني للهند، الهند خلوا لي بس فقرات، قالوا لي عاوزك يعني الدول الأوروبية. من البداية كم عملية راد لك من البداية من الإصواب لازم كم عملية؟ هو أنا راد العملية والدكتور بوقتها رحت بالهند، الدكتور قال لي عاوزك مثلا ألمانيا تروح لسويسرا البريطانية، فبس قال لي افضل لك تروح لالمانيا، قال لي المانيا عملياتها ناجحه بهيك يعني ما نخاع الشوكي وهاي. زين. انا الحبل الشوكي مالتي مضرر ضرر يعني مو كلش قوي يعني زين يعني بالهند خلوه بس فقرات، فاني هذا شو تشوف من قدامكم لا ايدين ولا رجلين من 2017 على هاي نوبتي، لا حد جاني لا حد زارني لا حد قال لي شلونك، كل مستحقاتي ما باخذها ما اخذ ولا مستحقات كل بس ما عدا الراتب، وجاء استلم الراتب وجاء ذبه يعني على احتياجاتي الخاصه. ايش قد علاجك تقريبا ان يعني جاء اصرف يعني والله يعني جاء شقل لك حتى جاء شمل من والدي، والدي رجال متقاعد جاء اخذ من راتبه ويعني اشتري والله شمل بعد والله العظيم. انت قلت يراد انه بعد عمليه يصير اي بالمانيا نجاحها من راسلت انت هناك من راسلت الدكاتره شنو النجاح يعني ممكن اكو امل انه ترجع تمشي مره ثانيه؟ اي اكو انا بوقتها راسلت عند قرايبنا هناك بالمانيا فلقاني مستشفى، فراسل المستشفى وحكى وياهم شنو هاي دزولي نسبه النجاح مال عمليتي 95% ما شاء الله. اي يعني الحمد لله والشكر، ودزولي الكتاب ورحت النبوين للوزاره اعطيتهم الكتاب مالتي مال المستشفى ضاع ضيعوه ضاع الكتاب عليه، فهسه مشكورين الوزاره الوزير ما قصر رحم الله والديه والرئيس الكران الجيش ما قصر والضباط كل ما قصروا واللي قالوا المستشفى بالمانيا والحمد لله وشكر ما شنو هاي وكله يعني كل شيء. قد هاي المستشفى ما اعرف هم مراسلين بعد هم راسلوا لي اياها هو يعني هم الدوله اللي قال اياها المستشفى وبعد يعني هي بقت يمه بس هسه بقت عليما بس على التوقيع مال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزير هسه وقع لي وكلها كملت يعني شغلتي كلها كامله، هسه انا الكتاب مالتي بمكتب رئيس الوزراء يعني بس انت هسه الوزير وقع لك؟ اي الوزير وقع لي وافق انه سافر خارج العراق. ايه بقت الشغله وين كتابك؟ يعني انت مسوي معامله كامله هسه كلها كامله كلها كلش مكمل اني هسه بقى بس التوقيع موافقه رئيس الوزراء يعني اذا وقع رئيس الوزراء على سفرك اي ان شاء الله اسافر راسا السافر اي ان شاء الله بقوه الله. زين،
من خلال برنامج لوكيشن. والله أناشد شكوى حي الشريف، وناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وناشد محمد البياتي فريق محمد البياتي، وناشد وزير الدفاع، وشك واحد من خلال برنامجكم يشوفني أيده يساعدني.